عندك مشكلة في القراءة بالفرنسية أو الإنجليزية، تابع معنا الشرح المفيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد متابعينا الأوفياء، مع طريقة إن شاء الله مفيدة للطلبة والتلاميذ لتجاوز مشاكل القراءة بالفرنسية مع تطبيق من جوجل رسمي ومجاني وأيضا بدون إعلانات، اسمه عدسة جوجل، جوجل لانس. التطبيق هو لقراءة قوائم الطعام، المعالم، صور نباتات إلى آخره، النباتات وكذا يعطيك معلومات عليها. إذا بعد فتح التطبيق في أيقونات البحث، هنا أيقونات خاصة بقراءة النص، تختار هذا كتاب اللغة الفرنسية للمستوى السادس، تختار نص معين مثلا كلمة إيجيان، ليجيان، فهي صعبة على بعض التلاميذ، فتقوم بالضغط على رمز النص ثم سيليكسيوني، يعني تختار الفقرة التي تريدها، أفضل قراءة فقرة مع فقرة. بعد ذلك سنستعمل برنامج ثاني اللي هو برنامج الترجمة المعروف، ليس للترجمة، لا نريد الترجمة، بل لقراءة النص الذي صورناه. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. Car nos mains, nous les portons très souvent à notre bouche. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. إذن يمكنك الضغط على زر الصوت إعادة القراءة عدة مرات حتى تتمكن من تجاوز جميع الصعوبات، قراءة جميع الكلمات. تعيد نفس الشيء بالنسبة للفقرة الثانية، يمكن اختيار أكثر من فقرة، ولكن لكي يظهر النص جيدا في المترجم أفضل اختيار فقرة فقرة. إذا نفس الطريقة، ثم تفتح تضغط على زر الترجمة، إذا بعد ذلك تضغط على زر الاستماع. Au XIXe siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. الطريقة أيضا صالحة مع اللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية. من الإعدادات يمكنك تحميل ترجمة لتشتغل بلا حاجة إلى إنترنت واتصال، الترجمة النصية فقط هنا من إعدادات جوجل ترجمة. إذا قلت الطريقة صالحة للآباء يستعملها مع أطفالهم لتجاوز جميع الصعوبات القرائية في أي لغة كاللغة الفرنسية هنا أو اللغة الإنجليزية. إذا لكي تشتغل الملفات الصوتية بدون الحاجة إلى الإنترنت، ضروري الدخول إلى الإعدادات، ثم أدوات المساعدة الذكية، إمكانيات الوصول توك باك، من الإعدادات ديال التول باك إعدادات تحويل نص إلى كلام هي الثانية، ثم محرك جوجل لتحويل النص إلى كلام. هنا في إعدادات محرك جوجل يمكنك استخدام الويفي فقط، اختيار الويفي إذا كنت لا تريد استهلاك 3G، ثم ترجع إلى تثبيت البيانات الصوتية، تختار اللغة التي تريد، مثال عندنا اللغة الفرنسية، ثم تحميل. بهذه الطريقة ستشتغل عندك الملفات بلا حاجة إلى الإنترنت. أتمنى أن تعجبكم الطريقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.